شحنة ثانية من المساعدات الإنسانية تحط في أرض مطار الخرطوم الدولي قادمة على متن طائرة القوة الجوية العراقية C-130. فبعد المساعدات الطبية أرسلت الحكومة العراقية 13 طنا من المواد الغذائية إسهاما منها في تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق الذي يعاني الأمرين جراء فيضان نهر النيل وتجريفه للمدن والقرى. 13 طن من المساعدات الإغاثية والتي تأتي في إطار الدعم المتواصل من الجسر الجوي الذي أعلنه العراق. انطلقت أيضا يعني شحنة من 10,000 طن من الحنطة أرسلت أيضا إلى السودان، وهذا طبعا في إطار الدعم الذي سيقدم من العراق إلى أشقائهم في السودان. وبحسب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السودان، فإن مياه الفيضانات أودت بحياة أكثر من 100 مواطن وشردت أكثر من 600,000 آخرين، كما أغرقت المياه ولايات البلاد 18 كافة ودمرت أكثر من 120,000 منزل، وهو ما خلف كارثة إنسانية حقيقية وولد حاجة ملحة للمساعدات الإغاثية. أكثر من 640,000 شخص متأثر في الولايات المختلفة من السودان. المشكلة أنه عندنا بعض الولايات الشوارع بقى صعب الوصول لبعض المناطق اللي هي خلت الوضع يكون أكثر حرج. لكن الحمد لله مع الدعم الجايين من الأشقاء والأخوان بدينا أكثر نصل الولايات المختلفة. شاكرين جدا للشعب العراقي والحكومة العراقية، مد يد العون دائما أخوان نحن ودائما مع بعض بإذن الله تعالى، يعني جذور التواصل والمحبة بين شعب السودان والشعب العراقي ودائما معانا في المحن. وتأتي هذه المساعدات العراقية ضمن مبادرة إنسانية عبر رحلات جوية وأخرى بحرية لإيصال الاحتياجات الضرورية إلى المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية. جسر من الأخوة والمحبة امتد من بغداد إلى الخرطوم للوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في هذه المحنة الكبيرة. من مطار خرطوم الدولي، محمد جبار، العراقية الإخبارية.